كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ خلال زيارة إلى عديد المجمعات المدرسية عن استلام 6 جمعيات مدرسية مع نهاية شهر أكتوبر و2 مؤسسات تربوية مع نهاية السنة، وهذا للتخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية، وأكد أن الاستعانة بالشاليهات مجرد عملية مؤقتة. المزيد مع بلال يوسفي. 6 مجمعات مدرسية متوسطتين متنوعتين هذو يستلموا ان شاء الله مع نهايه اكتوبر، وغادي يستلموا من الاخر السنه 20 مجمع مدرسي 130 سكن استرجعنا 130 سكن. بهذا المشاريع ان شاء الله كيتم الانجاز نتاعها، الأقسام بناء الجهاز نحولهم ونستغلهم في نشاط آخر، ربما في المخيمات الصيفية أو ما يشبه ذلك، لأن هذه الأقسام البناء الجهاز حل مؤقت فقط لتفادي ضغوطات ولازم الاكتظاظ، ولا لازم في أقرب وقت نعود نرجعوا للأقسام تقريبا.